الابيض المتوسط يعني بفرنسا، وهذا باش يخرج من قالب الهواة باش يلبس ثوب المحترفين. وفي عام 1951-52 دخل فرنسا، المدرب الجديد هو فيليبي، وبدا يخوض ميدان المحترفين بقوة وجدارة، وفرض نفسه بالأوساط المعقدة للملاكمة حتى نال باش يتقابل ضد جاك دومينيل ويحصل على بطولة فرنسا أول لقب رسمي في قسم المحترفين. زادت السمعة في التقدم بعد ما فرض الانتصار على روبرت كوان بطل العالم آنذاك، وهذا في عام 1954. وما بقى للأوساط الملاكمة في أوروبا إلا وباش يخضعوا إلى الأمر الواقع ورغما عليهم. وجنون سنييرز وشريف حامية قضى على البلجيكي سنييرز وأصبح بطل أوروبا، فرحة عامة على مستوى الجزائر وعلى شمال إفريقيا بصفة عامة. وبدأت الأبساط تتساءل، حامية بطل فرنسا، بطل أوروبا، وش مازال؟ نعم مازالت بطولة العالم، وبطولة العالم الأمريكيين ما هوش سهل باش يطلقوا مما في يديهم ويعطيه للغير، وإذا يضيق بهم الحال يلزم على الغير أمريكي يعني اللي ما هوش أمريكي يمتحن فوق الحلبة وثاني في أمريكا ويفرض وجوده باللكمة، واللكمة تكون شايحة وهتاكة. وفي هذا السبيل حامية كان وصل لهذه الحقيقة. أوروبا جعلت تمثلها بطل جزائري وهو شريف حامية، وهذا لنيل بطولة العالم. وخاض المعركة ضد 4 من الأبطال الأمريكيين، وحامية يتحدث عن الأمريكي كارميلو كوستا. بعد ما تغلبت بالشالونجير اوفيسيال دي شامبيون دي موند معناتها كارميلو كوستا، عطاو لي واحد اخر اسمه ميغيل بيريوز، ومن بعد زادوا لي واحد اخر ايك تشسنت، والرابع في المونريال في كندا. اي ما بروميير انكونتر معناتها سيتي دو فيس سيتي كونتر لو شالونجير اوفيسيال دي شامبيون دي موند بروفيسيونيل، سيتي سابلي كارميلو كوستا. Était challengeur de Sandy Sadler, qui était le champion en titre. Bon, il est évident qu'à là-bas, vous l'ignorez pas, c'est Rabah, qu'en Amérique, il y a des privilégiés, il y a des, c'est-à-dire les protégés. Les protégés sont particulièrement, bien sûr, il faut qu'ils aient une certaine capacité pour répondre aux besoins des organisateurs, parce qu'un organisateur ne protège un bonhomme que dans la mesure où il rouera maintenant cette chose-là. Or, Carmelo Costa était très célèbre. C'était un très joli styliste et il était d'origine italienne. وتعين النيجيري هوغون كيدباسي باش ينافسوا حامية لنيل لقب بطل العالم، وهذا كله في سنة 1957. والأستاذ عبد النور يفكر في هذه الاستعراض الضربات اللي كان يتمرن عليها في ذلك الوقت. وجدت روحي باش نقابل هوغون كيدباسي على البطل العالمية في باري. على كل حال قبل هذه عندي واحد العقليه اللي صرات في مونريال في كندا،
الكومباني وسيتو مع بوبي بيل تصدوني هذوك لي غرون معناتها لي غرون تورغانيزاتور في كندا باش هذاك الكومباني وسي نواسيه مع بوبي بيل نواسيوه بور شوبان دي موند والمناجي تاعي ما حبش حتى وصلوا جابوا حتى راني شافي على الميني نو لامباسادور دو فرنسا معناتها مسيو الفون راني شافي على اسمه كان امباسادور في 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 في, في الامريك هو اللي بنفسه اللي جا باش وصل باش نواسيو الشامبيون دي موند في باريس ماشي في في مونريال اما لا وجدت هذيك الشامبيون دي موند وجدتها كيما اللي كومبالي واللي واشيتهم في الماضي حتى نهار جوان في 15 يوم قبل المواد جوان قبل معناتها الشامبيون دي موند جا تصدني واحد طفيل واسمه رولون تيري رولون راه مازال هو اللي يهدر السياسة على لا بوكس وكاع في فرنسا هذه في عام 57 فهم شي مع 50 كان الروبورتير تاع راديو فرنسا ولا فرنسا انتير لا alors واش قال لي مسيو اميا مسيو شريف فوالا on voudrait savoir avant le combat avant que vous disputiez le titre mondial on voudrait savoir à qui vous souhaiteriez dédier le titre mondial. Ben, écoutez, allô, fait qu'on s'arrache, écoutez, monsieur Roland, Thierry Roland, vous ne devez pas ignorer la situation qui existe en Algérie, dans mon pays, et vous n'ignorez pas ma raison de boxeur. Sans plus, je représente quelque chose que je crois être celui d'un homme. Et je crois que la moindre des choses que je puisse faire à ceux qui sont en train de se battre et de mourir, ce serait pour les combattants qui sont en Algérie. في سنة 1957 الحرب التحريرية كان قائم لا في الجزائر فقط بل في العاصمة الفرنسية باريس وكانت المعركة طاحنة والمغتربين الجزائريين كانوا تحت الرقابة الشديدة وتوصلوا حتى أجري عليهم منع التجول في الليل وكانت الجالية الجزائرية منخرطة في المنظمة الوطنية السرية وكانت تقوم بعمليات بطولية في باريس وفي أغلب مدن فرنسا والجو كان معكر نظراً للتقتيل الجزائريين وشريف حامية كان يتدرب في هذا الجو وكان مصمم باش يصبح بطل العالم وهذا حسب ذهني ما هو إلا ما يزيد في حبه إلى وطنه الحبيب يكون بطل العالم جزائري ولكن المنظمة الوطنية كانت عندها نظرية أخرى نظرية وطنية وإيجابية وفي هذا السبيل يحكي لنا حامية عن هذه القضية شافوني ثلاثة عباد من جبهة قالوا لي يا أخ شريف ما يلزمش تربح الشامبيون دي موند لخاطر طلع العلام فرنساوي الحرب قايم بالتراب الجزائري وتنشر على تراب فرنسا والقمع كان يومي التقتيل يومي والبطولات كانت جارية باستمرار ليلا ونهار وفي هذا الجو المرعب والمكهرب والأحداث اللي صرح بها حامية وبعد التفتيش عثرنا على مسؤول من مسؤولي فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني وهو السيد كلاش عضو لجنة الاتصالات للجبهة يأكد التصريح اللي كان قام به الشريف حامية عام 56 سنة مالئة بالأحداث لا في ما يخص الحرب التحريرية ولا ما يخص الحركة السياسية وتحضير المجلس الجلسة العامة لمنظمة الأمم المتحدة وكذا المؤتمر الصمام وكذا التعميم نتاع الكفاح على القطر وفي الميدان الدبلوماسي وفي جميع الميادين الملاكمة هذه يعني اللي معروفة بشريف حامية وكيد باسي يعني كانت قطعة
يعني مرحلة من المراحل اللي كانت يعني محسوب باش تحطم الإشاعات تاع الاستعمار اللي كان يقول باللي الجبهة كمشة من لصوص وما همش يعني والشعب موش معاهم. يعني هذا يرجع إلى الانتماء للطلبة والعمال والنساء والتجار والرياضيين يعني بما هم الملاكمين. كانت سنة 56 كانت يعني أكثر عمليات صرا ولا في الجزائر العاصمة ولا في القطر يعني بكماله. لما بدات تحضر الملاكمة هذه تاع البطالة الدولية للميزان تاع بليم يعني تاع الريشة تاع الريشة بدات يعني الجماعات تفكر في السلوك، وكانوا يتمناوا أن العالم الفرنسي ما يترفعش يعني يوم الملاكمة هذيك، لأن لما بطل يربح يعني شريف حامية كان تقريبا العالم الفرنسي اللي يستفيد بالنجاح هذا. فالجبهة وبصفتي يعني كنت يعني عضو في هذيك لجنة الاتصالات يعني أي حسب مع الاتصالات مع الأحزاب مع شخصيات فرنسية ولا غير، يعني تلاقيت أنا بشريف حامية أيام قبل المقابلة. وفي البداية بديت له قلت أنا يا ريت لو كان تخسر، يعني في البداية هو يعني على باله كان ظن باللي اخرين قالوا له وكذا، ولكن رسميا من جهة الجبهة في البداية كانت يعني محسوب معنينا له برك باش تجي منه هو كمواطن يعني هكذا. وبعد يعني هو ما جاوبناش، بعد صبحت القضية صبحت أمر من الجبهة يعني لازم له يخسر. ونهار هذاك تاع الشامبيونان دي موند ما تخفى لكمش معناتها واحد اللي حياته قاع دماغه قاع معناتها في هذاك الهدف هذاك نوصل للشامبيونان دي موند باش نكون نوري باللي وليد بلادي ولاد بلاد معناتها يقدروا يكونوا في كل موضع كيما الاخرين ويخطرات خير من الاخرين. ونهار هذاك مع كي بديت نمشي الموسيقى بدات تضرب باش نطلع فوق الرينج، واحد السيد جا سماني قال لي يا سي شريف ها هو صار وصار، رد بالك هنا تربح ما نشوفوش الاعلام طالع. خسرت وطلعت. كان في القاعه يعني البلك نقولوا الميات العشرات نتاع الجماعه الجزائريين سوى يعني كانوا ملتحقين بالجبهه ولا غير، كان الجماعه اللي محسوب شرطه يعني اللي ثاني يعني يحبوا يتابعوا الملاكمه، كانوا جماعه نتاع اللي يقولوا لها الجماعه نتاع الوسط الميليو، وما يخفاكمش كانوا عندنا جماعه اللي ولو كانوا من الوسط كان عندهم غيره على البلاد وعندهم كذا، كانوا يهود يعني لان الملاكمه فيها نوعا ما كانت لا بريفيكتور دو بوليس هذه المديريه نتاع الشرطه كانوا فيها يعرفوا باللي لعل سمعوا باللي الجبهه موجوده في هذيك القاعه هذيك. وانا شخصيا كنت يعني على كل حال رياضي وعلى وثاني يعني بسبيل الاخبار باش نجيب الاخبار كيف صارت هذا. فالحقيقه الشريف حاميه كانت يعني في المقدورات تاعو باش يعني يتغلب على كيد باسي، وكان يعني ونظن باللي فكر باللي ما ينجمش يهرب من الامر يعني، وصاب روحه باللي يعني لازم له يعني يخسر. وفي البدايه في نظن الدور الثاني طيح يعني خصيمه،
وكان كان يعني حتى الثمانية يعني الدورة الثامنة يعني كان مازال متردد فإما وإما، ويعني الملاكم يعني ما يتحكمش في نفسه، كان بالك ينجم يغلب بدون ما يشعر. باقي في بالي أنا يا باللي باقي يخمم على العالم هذا اللي درناه في راسه في دماغه باللي عالم فرنسا ما لازمنوش يطلع. طلعت فوق الرينج في عقليتي وشيت كومبا، قدموني الناس، وبعد ما تخدمنا مع الادفيرسير تاعي بوكسيتو وريت للعباد اللي كانوا حاضرين، وريت لهم باللي نقدر نغلبو، وما كانش في على كل حال في التكنيك تاعي راني خير، كنت خير منه. طيحته في القاعة ومن بعد خليته يكمل، وحبيت معناتها وريت فريمون باللي ما درت روحي على كل حال بنادم يلزم يكون عيان يكون باشر باش يطيح. طيحني ماشي طيحنيش ما طاحش بوحدي، طيحني بالدبزة هذا ما كان، وانا ظنيت انا هذاك هو الحياة تاعي التالية. ومع التالي خسرت جرح لي كاع هادي بون دي فاجون، كان ما نقدرش نكمل من بعد. يعني شفناه باللي خسر خسر عمدا عمدا خسر عمدا عمدا، نظن باللي متحقق باللي تماثل الامر نتاع الجبهه. يعني شريف حامية اجوي لو جو دو الى جوي لو جو بلان تهدر درك بصفتك يعني صفتي مامبر وتيموان، ويعني وكنت مسؤول يعني نوعا ما. تصريح اخر من طرف السيد كاب فدائي في باريس وملاكم انذاك واليوم فقد البصر متاعه، وكان شارك باتصالاتي في قضيه الشريف حاميه وقابلناهم. انت كاب ياك محمد؟ هاني جبت لك الشريف. تعرف شكون الشريف؟ الشريف حاميه لانسيان شامبيون فيس شامبيون دي موند دو بوكس. شريف حاميه واقيلا تعرفه؟ نو نعرفه. ايوا ها هو الشريف. جيت نشوفك. اسمح لي اسمح لي محمد. لا يجي حاجة أنا حاجة حاجة ريح وانا وقيلة تشفى عليه شوية، شفت عليه وعندك واحد الحكاية عليه. نو نشفى عليه نشفى نصان تشيل بعمية مليح مليح نشفى له حتى ما ملان اللي فرصة ما عادي تباسي عشان بينا دي موت عشان بينا دي موت. احكينا عليها نحكي لكم عليها شدربوا تينيو كلها. والله دي اتنشان اتنشان بالك انك تمنع لندوني تخسر الكومبا وما تخسرش حياتك. كان معي عبد الكريم العنابي المناظر، كان معي عابد لوهراني. ايوا ونروح لليه في ثلاثه، كنا مش الحين كاع احنا لليه في ثلاثه مش الحين. وانت كلفتك الجبهه الوطنيه الجزائريه تاع باريس؟ تاع باريس. سيف عندك واقيلا هذا السيد هو اللي جا ليك واقيلا؟ هذاك اللي كنت متحقق على كل حال عندي 37 سنه من ما شفتوش. انا ما يا اخي ما واجبتكم بحاجه. ما واجبنا بوالو. ايوا ما واجبنا بوالو. دي جامروني لا كومونسي ا بلوري. ايوا ما حدش يحبش الكومبا ولا البوكسي ديكوفير ولا البوكسي ديكوفير ولا البوكسي ديكوفير. قالوا لي نحبسوك ونرمبايي الكومبا. وانت شفت الكومبا كامله؟ نشفنا الكومبا كاملة من البريمير روني كان جامرون حتى الديزيام رون. حتى الديزيام رون. الديزيام رون اللي شافي لخاطر تغلبت باركاو تكنيك معناتها جرحني في فلاركاد. طيحته انت في المقابلة في الكومانسمون ديال الكومبا طيحته، وربما لو كان ما ناش وانت تولي شامبيون دي موند بالسيف تولي شامبيون دي موند، واش يعني واش كنت تواسي؟ واش تحب نواسي على حساب الوقت هذاك؟ وكان تغلبت وكان راني كنت شامبيون دي موند يقدر يصير الليله هذيك الليله هذيك كنت نروح نشوف الجماعه واش معناتها واش ولي واش حبوا واش الهدف تاعهم. ما شفت حتى واحد وكان وليت شامبيون دي موند. من انت في خاطرك انت في عقليتك هاك شامبيون دي موند بار اكسيدون ديزون، وانت في خاطرك واش كنت تواسي بلا ما تشوف الجبهه؟ كنت نعرف نهرب هذا مكان نهربنا نروح نشوف في المروك ولا في تونس بالتيتر مونديال. بالتيتر مونديال
vous représentez l'Algérie à l'étranger dans les pays frères et les pays amis. Absolument. On aurait fait de meilleures affaires d'abord. C'est-à-dire كنت اقدر اسير والله على كل حال شي ربي غير اللي يكون معالم نظن باللي ربع سنين ولا خمس سنين من بعد نكون بطل عالمي خاطر كنت فريما كنعطي لي ربي قلت لك الصحه وعطى لي واحد العقل واحد البدن هايل سي كلاش لو كان يعني كيربح رمى خصيمو في الدوزيام رون وربح ويولي شامبيون دي موند بيان سور يا هل ترى واش كان يصير على حسب شفتك انتيا طبعا كان يكون هو سيفتو يكون تكون عنده اهميه اكثر لان تولي الاهميه تاعو للسمعه نتاعو دوليه ولكن في ذاك الوقت ما كناش نخمو على هذا الشيء كان جو نتاع تاع الفراغ يلزم نفرغوا الهياكل هذا هو بعد يعني حتى في مساله كره القدم ما كانش باش الفكره باش تتكون فرقه نتاع الجبهه كان البدايه الجزائريين اللي في فرنسا يخرجوا منها ويضعفوا الاستعمار سقسي وسال على من يسال عليك واللي ما يرد جوابك خليه ما تدير له حساب ولا تعنيه هذاك غير قول معرفته بطلة هذاك بلاك لا تقول حبيبك اصدق انا جربتهم بالواحد هذاك اللي ما يفيدك ولا شي لك هذاك يعذبك ويحب يجريك ويلاقصد وقبل ما نرجعوا الى حاميه نذكر بطل اخر جزائري وكان في مستوى الشريف حاميه هو الشهيد افصح حمانة رحمه الله توفى تحت رصاص الجيش الفرنسي أثناء الثورة المظفرة كان بدأ الملاكمة في قاعة الجروب لايك بالجزائر تحت رعاية المدرب دي سيكا كان إفصح من طراز يشبه طراز الشريف حامية في وزن الديك وهنا في هذه المقابلة وهو بسروال أسود أنيق ضد غرانيتزو كان عنده ملاكمة فنية رقيقة وسريعة ضرباته قصحة وفعالة وانتشاراته كانت عديدة ومفيدة في المقابلة هذه الثانية ضد ملاكم أوروبي آخر وهذا ما يتمش المقابلة يفصح قضى عليك بالضربة القاضية وملاكمين أوروبيين آخرين خضعوا إلى ضرباته وتكاثر عدد الملاكمين الجزائريين حينئذ نذكر كرميش قادة ملاكم من سيدي بالعباس معروف بهجوماته وبضرباته الحديدية حميد جنادي ملقب ببوكاسكيطة طالب بالخير بأحمد من أولاد الصحراء بطل شمال إفريقيا من المولودية محمد علالو ملاكم أنيق ورقيق بتوجيه اللكمات 1943-1950 محمد بن شقال ملاكم هجومي صعيب وبطل صحيح 1946-1952 سعيد عبد النور هو أخ محمد عبد النور كان مكون ومربي الكبير من ملاكم فريق المولودية 1946 رابح حسيني قوي وأنيق 1947-53 بن تورا فن وعلم 1947-1954 أحمد بكوش ذكاء وجدارة 1943-1963 بن حمد معروف ومشهور بعين تيموشند 1948-1953 حاج محمد كويندات محبوب ومعروف وما زال على قيد الحياة 1932-1933 بوعز الحراشي محترف من تلاميذ أرزقي لكن بفرنسا 1945-1954 غراندي وزن الثقيل من المولودية بطل الجزائر وشمال افريقيا مرات عديدة حاج احمد حفاي خفيف وشاطر من تلاميذ بلطرش من ليوسما ما زال على قيد الحياة مسلم معروف بلقب موستيك محترف ومعروف بالخصوص في فرنسا على قيد الحياة عمر كركوش بطل السنوات 1936-1948 قنصيري عبد القادر ملاكم قديم انيق ورجع مدرب في المولودية
علي الشريف دركاوي 1932 38 وليد السيق بيوهران شجاع وبطل مشهور. في وقت ما كان الشريف حمية رايج على الملاكمة نذكر البعض من الأبطال الأوروبيين اللي فرضوا قوتهم في العالم سواء في الملاكمة أو في رياضات أخرى. نذكر الإيطالي فوستو كوبي، إلى حد الآن لم يوجد منذ 1955 بطل سباق الدراجات يقارن هذا البطل الإيطالي، أكبر متسابق في العالم 45-55، توفى في إفريقيا الجنوبية بعد ما مرض بالملاريا. روبير كوين ازداد في عنابة بطل العالم وزن الديك، انتصر عليه الشريف حامية في باريس، ومنذ هذا الانهزام غادر فرنسا وسكن إفريقيا الجنوبية. لوران دوتفيل بطل فرنسي تقابل ضد جاك لاموتا لبطولة العالم، كان متفوق عليه إلى غاية المنازلة الأخيرة 15 و13 ثانية قبل النهاية، توصل جاك لاموتا سقطه بالضربة القاضية وربح بطولة العالم. بيير لانغلوا من الأبطال الممتازين الفرنسيين وزن المتوسط وفشل في جولته البطولية بأمريكا. إيميل فامشا واحد من الأخوان الثلاثة لفامشا بطل وزن الذبابة من 1945-1955 وخسر أمام المصفاوي بمدينة أميا 1946 لنهاية البطولة فرنسا لوزن الذبابة. ونرجع للجزائر وأبطالها الملاكمين المحبوبين، ونبدأ بواحد من القدماء هو الملاكم كاب. 53 واش نطلع رحت ليها؟ ان شاء الله عندي رزقي مارسي. في مارسي؟ وي صح. شكون اللي كان معاك في مارسي؟ كانوا معايا بزاف، كان معايا ربوح العنابي، كان معايا عبد الكريم، كان معايا عبد، كان معايا سونج، جيتوش دي فيدراسيون دو فرانس. وبوكسيت في فرنسا؟ بوكسيت. وين؟ بوكسيت في مارسي، بوكسيت في اكس بروفونس، بوكسيت في ديجون. ربحت ولا خسرت؟ ربحت وخسرت. صح. بون لحقنا نضرب نطلعوا لباري. هاك حفت الباري قلت لي كنت في لاصال فيليبي. فيليبي واه. ايوا بون احكي لي على لاصال فيليبي، شكون اللي كانوا معاك؟ كانوا معايا عشا حسحاس، كان معايا حامية، كان معايا عبد الكريم العنابي، كان معايا ربوح. ودي يا ايما واش يقول لك هذا؟ خويا. او نعم. واش من العام اللي راح في هذا المرض اللي راح فيه؟ واش من شحال عنده من الدار؟ نقول واحد 8 سنين 10 ملي ولا ما يشوفش. صح. هو ينجم يقول لي تولي واش من السبه للمرض هذا؟ واش من السبه محمد؟ جينا عندي سبه نتاعي جوج كونترول ميديكال قالوا لي تشيرا ان شوك. ان شوك؟ الدم حبط لي على عينيا من لابوكس. من لابوكس؟ وين؟ صح. لابوكس في فرنسا. في فرنسا وهنايا. صح. وفي فرنسا كنت وزير سبارين بارتنير، كنت تبريباري لي بوكسور في الصاله. كنت بريباري بزاف. ونوليو الصنعه اللي راك فيها، واش راك تخدم بروحك؟ واش راني نخدم درك في اون فاليديتي؟ راك تشوف في الحاله نتاعي راني نبيع الشما، في عاود اللي نمد يدي نطلب راني نبيع في الشما. ايوا شي باب دي سي انفون. يا ترى راك قايم بهم دروك بالبيع والشراء تاع الشما في الطريق هكذا، يا ترى راك لاحق بهم؟ مانيش لاحق. كيفاش من عايشين؟ الباقي باش ندي باني راهي برك راني شوفري باش نطلب نمد يدي لحبيبي عدويا راني دار شما هكذا. سامحني وباطا شما تعيش سته من الناس. نعم ما يكفيش، رانا شادين فيه ربي بركه من عند ربي برك. وما ننساوش انا كاب حضر في القاعه اللي جرات فيها البطوله العالميه وشهد امام الكاميرا بقوه شريف حاميه وابطال اخرين ثاني يعطيوا نظريتهم على حياه حاميه فوق الحلبة. حمية إنسان مليح ومدر ملاكم عالمي البوكس مع كيسمو خسر معها هذاك كومباشته يقول كيد باسات خسر بارابوندون ديزيام روم. واه كان ربح باركاو بريمير روم كان ربح. سيتي كما كانوا يقولوا القول انا لي مونتري دوي دون لا بوكس تري دوي تري سيريو. انا حبيت كون جا شامبيون دي مون لكن ليتي سا بلاص اي سا كلاس اي ميريت دات شامبيون دي مون. ملي كان البوكسي في شامبيون دي مون حنا كنا في الكوليس في الفالديف في باريس نتفرجوا فيه وعايشين معاه وشفناه ما كانش هذاك النهار عبد المواشي نعرفوه تبدل خلاص ما على بالناش باللي قالوا له ما خسر مي على بالنا باللي كان بان هذاك الوقت قالنا مريض نورمال ما يربح هذاك ياكلوا خبزه لا غالب. ولكن نبداو بحاميه لما يتبدل الكمات امام الرشيد تبكي اليوم محامي. اون دو رشيد بلوكاج بار حاميه بلوكاج بار حاميه توجور اون دو رشيد اي بيركي دو جوش. اخويا جو بونسي جامي واحد النهار ندير اكزيبيسيون معاه عندي 32 سنه ما شفتوش. اشكون
شايف عمي يا فيل الكران شامبيون تاعنا نسوم لي سيبورتات عملي كنا سوا عجايب اللي جاب لي ربي نشوف في معناتها ان اتيديون اللي كل يقرا في فرنسا راه الان معناتها افوكا وراه يدير يحارب دوك على المظلومين باش نقول لكم باللي واش وين توصل الرياض رياضه الملاكمه وخصوص بالرجال اللي يعرفوها واش القيمه تاعها. ومحمد عبد النور مدرب الجيل القديم يساعد اليوم الشريف حاميه كما في العهد الماضي ويتلقى دروس مفيده ذكريات مجيده. وحاميه هو خرصه من السلسله المتينه والرزينه لتمثل ابطالنا الكبار امجاد الماضي وخصائلهم الحميده يفخر بها الجيل اليوم ويحتفظ بتاريخها. ونذكر منهم بالقاسم، بوب يوسف، راس اسماعيل، شقراوي، قويدري، بوب عمر، قدور، غانم، مصطفاوي، مكاوي، بن مهدية، عمر النوار. ونطرح السؤال للبعض من نجوم الملاكمة اللي كانوا سطحوا في الماضي يتحدثون عن الملاكمة ويقولون ما هو المغزى متاعها. Nous avons des frères tels que Hamia, Laïesh ou Maïch Badalika, des grandes valeurs. Je vous dis une chose, le noble art, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis très content aujourd'hui d'avoir eu l'occasion d'être avec les frères anciens de la boxe. Je souhaiterais que la boxe émerge de ce marasme où elle est actuellement. Et je vous dis, vive la boxe et vive les gens de l'RTR. Merci. Chérif Hamia. Chérif Hamia. راني فريمون راني فرحان بهذا الاجتماع اللي عطاوني على كل حال غراس على التلفزيون الجزائريان دو بوفوار رونكونتري لي زونسيان معناتها كو جني با روفي دوبوي 20 عام ملي معناتها ما كملت معناتها الرياضه تاعي هنايا وراني فرحان كي نشوف الشبان كيما راهم انا نشوف فيهم يقدموا معناتها الرياضه. عبد الرحمن كداد باطل شمال افريقيا في سنة 1949 مشيت للملاكمة في بعد 1945 وتقدمت في الملاكمة وما ندمتش يعني اني راني مارست هذه الرياضة. على كل حال مدرسة الشجاعة ومدرسة الإرادة وشنو يعني في الوقت الحاضر هذه يعني ندمنك للملاكمة راهي فرحت بعض من الناس اللي تبعوها بإخلاص. نحييو الملاكمة اللي ماتت في الماضي واليوم نحييوها في الفكر نتاع الناس اللي يحبوا واللي مارسوا هذه الملاكمة وتحيا إن شاء الله بربي. قويدر. نعم أنا عيهد قويدر يعني مدير فني في النادي يعني فرصة كبيرة ليا اللي شفت من بعد سنة 64 إكزيبيسيون ما بين شريف حامية وعمر العياشي وحضرت فيها واليوم كانت لي فرصه ندارت هنا. الحمد لله اللي ارتي عيطوا لنا من 53 ومن 50 كي كنا مبوكسين وعاودوا عيطوا لنا وتفكرونا والحمد لله وكراسا اللي ارتي اللي رانا تفكرنا الملاكمه ما كي اليوم كي البارح. اول مدرب في المولوديه 15 سنه مدرب الوطني خرج كما تعلمون الاولاني نكود الله رحمه الله تقليد بن سمان عمي بطل اوروبا انترناسيونال دي جوز اولمبيك 48 عمر العياشي على اليسرى شامبيون دافريك دي نور ملاكم بروفيسيونيل جاز من بعد بروفيسيونيل احسن ديب الله يرحمه. راني فرحان بزاف اللي لقيت الحباب قدم معايا زادوا شجعوني باش نزيدوا نقدموا لقدام باش نشجعوا الملاكمه في الجزائر. انا فرحان بهذا النهار اللي تلاقيت فيه شريف حامية وعمر جياشي وعمي واني فرحان بزاف لاخاطش تسمى كي اليوم جاو تسمى شجعوني وعطاو لي حظوظ باش نولي كيما هو ولا خير منهم. نعم بالتحقيق الملاكمة فن صعيب وشاق ولكن يا هل ترى كاين فرق بين البارح واليوم؟ الملاكمة سيدي عند لي زونسيان سيتي لا بيل ايبوك يعني كانوا ملاكمين في وقت القديم احسن على ضربه الحق ولله نظن على خاطر كان بروفيسيونيل ذاك الوقت كيما بوب عمر كيما كويدري كيما مكاوي الله يرحمه كيما مصطفاوي الله يرحمه كيما بلطرش
وهاد الملاكمين هادو يا كيما عمري كيما مقبلات كهاد الملاكمين كانوا عندهم تكنيك وعندهم حماس اللي نظن انا في بالي هاد لي بوكسور هادو يا ايجيتي ميو بريباري. نظن في بالي هاد الملاكمين تاع درك يتعلموا على لي بروفيسيونيل ويتحسن الملاكمه تحسن اكثر من اللي كانت. ماذا بك يما تقولي لي واش النهار كان يبوكسي وليدك واش كنتي تحسي بروحك؟ حشت روحي وفرحان انايا، فرحت كاع بوليدي، فرحت انا بالشعب كاع. وانت يا اختو واش تحسي بروحك؟ انا كذلك يا خويا، كل ما خويا يربح يعني الكومبا تاعو عندنا هذيك الليله فرحه كبيره من عندنا، فرحه كي احنا كي ولادنا كل. Même chose pour Amia, culotte blanche. Amia, le surdoué, le plus fin boxeur de sa génération. Il devra attendre son 28e combat en 1957 pour s'emparer du titre européen aux dépens du Belge Jean Sneijers au terme d'une rencontre d'une exceptionnelle qualité technique. Amia, le grand artiste du ring. قبل ما نطلع فوق الرينج من اللي بديت الرياضة هذه عارف باللي الرياضة هذه ماشي رياضة تاع الدراري. قبل ما نطلع فوق الرين نشاهد نستغفر ونطلب الوالدية على كل حال يسامحوا لي ويدعوا لي بالخير، ومن ثم انا عندي التصويرات تاعهم كاع في الباليزة تاعي ونتكل على ربي ونطلع. Challenger Cleveland Big Cat Williams in black trunks, still pursuing the champion, trying to get in that big left hook. It appears as if Williams tries to get a punch off. Now watch this, Bill. A 1-2 and Williams goes down. He gets up at the count of three, but there's a mandatory eight count. So referee Harry Kessler continues the count. Challenger Cleveland Williams floored for the first time in this fight. Clay moves in there. Throwing combinations. Landing all types of punches, and Williams goes down again. This time he's up at the count of three, but again, the mandatory eight count is in effect. Kessler, counting off the seconds, the champion retreats to a neutral corner. Williams is bleeding from the left nose and one or two other cuts at this time, too, isn't he? Yes, he is. All those were very hard punches by the champ. Again, Williams goes down, and this time, he's flat on his back. Four. There's the bell, and Williams is saved at the end of round two. What did Angelo Dundee tell Muhammad between rounds? Between this second and third round, Dundee, the brilliant trainer of Muhammad Ali, told the champion to be careful because he was afraid that the champion would go out there and throw caution to the wind. Williams is always dangerous, and Angelo Dundee knows that. Tremendous punching by Ali. Brilliant. And again, Cleveland Williams goes down for the fourth time here in round three. Williams is up at the count of four, but again, the mandatory eight count goes into effect. Williams is certainly game. He's showing great courage coming back after this beating. Look at that tremendous flurry by the champion. This certainly answers the question whether Muhammad Ali can punch. It's apparent that Williams is in desperate trouble. Look at his face there, Bill. And referee Kessler steps in. موجود فرق بين الملاكم الهواة والملاكم المحترف، والحكم خالد طاهر هو حكم عالمي في 1974، وعين أحسن حكم عالمي من بين 45 حكم من العالم، وحكم في بطولة عالمية بين ديفيس بطل العالم والسوفيتي، وحكم في بطولات عالمية عديدة. حينئذ خالد طاهر يتحدث لنا بصراحة في الفرق اللي كاين بين الهواة والملاكمة في قسم المحترفين. أنا خطيتني السياسة، سمحوا لي لازم نكون صريح. أنا راني المحترفين
بور لو بروفيسيوناليزم في بلادنا، على خاطرش في كل خطر عندنا ملاكمين مساكنين لحقوا لدرجه اللي خلاص ما يقدروش يزيدوا الفوق، على خاطرش احنا ممنوع عندنا يعني المحترف. خذ مثلا كيما مثلا كثير ملاكمين غير اللي لحقوا لدرجه ما يزيدوش يكملوا. انا ماذا بيا، انا بكل صراحه انا جو سوي بور لو بروفيسيوناليزم، لخاطرش جزائري نوكل وكل بصفه عامه وكل نقول كلمة اللي يقولوها يعني الناس البلاد، أنا يقول لك مضاربين يعني يضربوا وكل تاع الدبزة. واحد اللي يعرف واش اللي هي قيمة تاع البوكس، أنا نمثل البوكس، نمثل البوكس، وإنما البوكس مخلوفة على اللي وسيتها. وسيت البوكس اللي عجبتني، فرحتني، شرهتني، وشرهت ولاد بلاد معناتها في وقت ليزاماتور، وكنت شامبيون دالجيري، شامبيون دافريك دي نور، شامبيون دو فرانس، لحقت شامبيون دوروب، وسيت شامبيون دي موند، بون وسيت كاع معناتها فوت كاع درجات. كي كملت سبور هذاك عن بالي سبور عنده وقت ما عندوش وقود، وما تقدرش تقول نخدم نواسي صنعتي بهذا الرياضه، لا خاطر واحد ما يقول ما يقدر ما يضمن باللي يقعد شهر يقدر يدافع شهر دو، معناتها نقول يا هل ترى نسبب ربي تولم يسهل عليا بهذا المسؤوله. شريف حامية وصل إلى بطولة العالم، عمر العياشي ملاكم بطل برهن في مختلف الظروف وعلى حلبات كثيرة بقوته وبطولته. حامية توصل إلى القمة في الملاكمة وما بين المحترفين، ولكن تم حياته كعامل البسيط في باريس بعيد عن وطني عن إخواني، وبالرغم عليه يحاول ربح لقمة العيش. أما عمر العياشي وصل إلى درجة لا بأس بها في الملاكمة، الظروف سمحت له باش ما خرجش من الوطن وعمل باش حصل على ما يكفي أولاده. وحامية يا هل ترى ما يسمحلوش باش يرفع المستوى المادي متاعه ويعيش كما يلزم، يعيش كما واحد من اللي رفعوا شأن الجزائر وشرفوا بالرياضة الجزائرية؟ والكلمة إلى من يهمهم الأمر. حامية بطل، أناقة، تربية، سيرة حميدة، ولكن هذا ما يكفيش باش يسعد، ومن الضروري من اللازم تمد له يد المساعدة. شريف أميا سيندي ميلي مو أفون شريف أميا جامي شريف أميا جن وابا كم نوال بيسان دي شريف أميا فهمي ستن سوبر شامبيون يا جامي دو حميا ينصرين وا جامي دو حميا أبري لبي يا دول رماني بوس الدوامش طبق Thank you.
زاد حسني ويل بعيني حسام جانيك فرشاد الصينية Thank you.